كواليسه كانت مخفية كشفتها كاميرات المراقبة في غرفة عميد كلية علوم الحاسبات. ابتزاز ومساومات تمارس على الطالبات في الغرف المظلمة، لكن الغطاء انكشف وصدم به الجميع حينما تم تداول فيديو فاضح يظهر عميد كلية علوم الحاسبات وهو يقوم بابتزاز إحدى الطالبات بشكل فاضح، مما أثار موجة من الاستياء والغضب لدى الشارع البصري. حقيقة كثير من القضايا غير الأخلاقية اللي موجودة داخل أروقة الجامعات العراقية في كل المحافظات، ولا تقتصر على محافظة دون أخرى، يعني سيما في محافظة البصرة حدثت مؤخرا حادثة يعني لأحد أعمدة الكليات وانتشرت بشكل كبير وحتى أصبحت رأيا عاما يتم تداولها بين الحين والآخر. هذه الظاهرة يتخذها بعض حقيقة يعني المبتزين، خلينا نسميهم هم، بعيدا عن كونهم أساتذة في هذه الجامعات. تسببت هذه الفضيحة بهزة كبيرة داخل المجتمع الجامعي في البصرة، وأحرجت وزارة التعليم التي اتخذت بدورها قرارا بسحب منصب العميد وإحالته إلى اللجان التحقيقية، كونها ليست الحادثة الأولى على مستوى جامعة البصرة، حيث إن مثيلاتها 8 حالات جرت مع طالبات تم ابتزازهن، لكنه تم التكتم عليها ولم تفضحها كاميرات المراقبة. للأسف هذه الحادثة ليست بجديدة، نسمع من خلال عملنا نسمع الكثير من التفاصيل وكثير من الأحداث، مرة ابتزاز مرة لا باقتناع الطرفين، خلينا نكون نحكي بصراحة تامة. ماكو لا رفض مجتمعي للحالة، لا رفض من الأساتذة الجامعات نفسهم، كذلك ماكو إجراء حكومي حقيقي إلى اليوم. لربما سمعنا معلومات من وزارة التعليم هناك سحب يد لعميد الكلية، لربما هو يعني الله رزقه صار ترند بهذه الحالة، لكن أكو حالات غيرها ما وضعت لهم كاميرات. هذا يحتاج ضوابط كبيرة، يحتاج مراقبة كبيرة من قبل الحكومة للحد من هذه الظاهرة. تظهر هذه الفضيحة الخطيرة الحاجة الملحة إلى إصلاح منظومة التعليم العالي في العراق وتوفير بيئة آمنة ومحترمة للطلاب والطالبات وضمان عدم تعرضهن لأي نوع من أشكال الاعتداء أو الابتزاز داخل الحرم الجامعي. من البصرة مصطفى الشمري، التغيير الفضائية.